صباح الخير. بنكمل في الـ UV Visible Spectrophotometry. حكينا عن الليميتيشن اوف بيرس لو، اخذنا النوع الاول اللي هو Real Limitations، وحكينا عن الكيميكال اللي هو Limitation. الان بنحكي عن الانسترومنتال Deviation or Limitation. طبعا الديفيشن معنى ذلك انه العلاقة ما بين الابزوربنس والكونسنتريشن it will يعني there is يعني causes to make it unlinear، وبالتالي احنا بندور على العوامل اللي بتخلي العلاقة ما بين الابزوربنس والكونسنتريشن they are unlinear. احنا اول خطوة اذا بتتذكروا في استخدام اللي هو جهاز السبكتروفوتوميتر، بعد ما تعملوا سكاننج للماكسيمم اللي هو wavelength where maximum absorbance will be obtained، بتدوروا انتوا وين ال wavelength اللي بصير عندها maximum absorbance، وبعدين ايش بتسوي؟ you select this wave، تختارها، وبالتالي على جهاز ال UV visible spectrophotometer بتحدد انت ال wavelength. هاي ال wavelength مشان اللي هو ال wavelength selector. احنا المصادر اللي عندنا sources of radiation في UV بتكون كلها continuous، بس لا يعني ذلك انه احنا ما نختارش اطوال امواج تلائم اللي هو طبيعة المادة اللي بدنا نقوم بعملية قياس الابزوربنس الها. الويفلينج سيلكتور هو اللي بيختار مين؟ بيختار الموجة، وممكن يكون المونوكروموتر او بريزم او اي واحد فيهم. فعندي انا العلاقة هاي اللي بتقيس من خلالها الابزوربنس مع الكونسنتريشن ات وين؟ A certain wavelength، ولذلك بتختار wavelength ما لها محددة. ولذلك بفترض انه كل الابزوربنس اللي بصير عندي بصير عندي at certain mean at certain wavelength. اتخيل انه انت الضوء اللي دخل الwavelength selector تبعت الجهاز مش حساسة بما يجب، وبالتالي اخترت لك بدل ما يكون طول موجة واحدة طول موجتين. فاحنا بدنا ندرس احنا وياكم نشوف شو اثر انه يكون absorbance لا البوليكيولز at two wavelength مش wavelength واحدة. فاللي بده يسقط من اللي هو المونوكروموتر على السامبل بده يكون عبارة عن بي نوت وبي نوت برايم، هذولا the incident light، وبيكون بدل ما يكون واحد وممكن يكون أكثر، بس أنا بدي أخذ اللي هو the simplest case إنه يكون في عندي اللي هو اثنين. وبالتالي transmitted light اللي بده يجي من بي نوت هو عبارة عن مين؟ عن بي من الضوء الأول من طول الموجة الأولى، بينما من طول الموجة الثانية اللي هو بي ستار أو بي نوت أو بي كوما، يعني بسقط الضوء طولين موجتين، واحد بي نوت وواحد بي نوت ستار، وبخرج الضوء من السامبل بي بي اللي هو من الويف لينكث هذا اللي بدك اياها، وبخرج بي ستار. لو جيت انا اقيس اللي هو الابزوربنس، الابزوربنس هو باللوج البي نوت على بي، اذا كان عندي اللي هو مونوكروموتر يعني عندي مونوكروميك لايت، يعني عندي ضوء واحد طول موجه واحده. اذا بيكونوا طول موجتين معناته هو الابزوربنس لمين؟ للمجموع الجبري، لا الانسيدنت لايت اللي جاي من اللي هو ثنتين مقسوم على مين؟ مقسوم على ترانسميتد لايت اللي جاي من طولين موجيات. لو انا بدي اجي اعيد ترتيب البي باستخدام اللي هو الرياضيات، ما هي واحده بتساوي A بتساوي ناقص لوج اللي هو بي نوت على بي، بالتالي بتطلع اللي هو البي بتساوي بي نوت في 10 مرفوعه للقوه ناقص ابسلون على بي سي. إذا أنا باجي بعمل substitution للبي نوت بدل البي في قيمتها اللي هي بي نوت في 10 مرفوعة على سالب إبسلون على بي سي، والبي نوت ستار هاي نفترض أنها ستار أو كوما بتساوي برضو 10 مرفوعة لناقص اللي هو مولر absorptivity ستار في بي في سي، وبالتالي انا في عندي اللي هو مش مولر ابسورتيفيتي وحده، في عندي مالها ثنتين. انا تجاوزا بدي افترض انه الثنتين متكافئات ومش متساويات، وهذا مش صحيح.
لانه المولر ابسورتيفيتي للويف لينث الاولى مع المولر ابسورتيفيتي للويف لينث الثانيه مختلفات. اذا بدي افترض انهم متساويين بطلع عندي الابزوربنس بيساوي المولر ابسورتيفيتي في بي في سي، اذا بدي افترض انهم متساويين. لكن بالحقيقه ما هي المولر ابسورتيفيتي كما هاي مع المولر ابسورتيفيتي هاي they are not equal. معنى ذلك ببساطة انه الابزوربنس اللي رايح انت هذا لا يساوي مولر ابسورتيفيتي في بي في سي. معنى ذلك there is no linear relationship between the absorbance and concentration. واضح؟ يعني ببساطة فأنا الافتراض اللي افترضته انه افترضت انه المولر ابسورتيفيتي وهي بالحقيقة لا مش وبالتالي اذا متساويات بطلع ايه بتساوي ابسلون في بي في سي. طب اذا مش متساويه معناته ايه لا يساوي الا هو ابسلون في بي في سي. هني اذا احنا اللي بندور عليه بنتمناه انه يكون عندي ويف لينث وحده المونوكروموتر هذا بيشتغل بشكل او الجراتينج بيشتغل بطريقة كويسة بحيث انه يطلع لي طول موجي وحدي اللي انا بحطه على الجهاز، لكن في الحقيقة هذا الحكي بصيرش، يعني ممكن يصير تداخلات ممكن، وبالتالي احد اللي هو هذا بنسميه انسترومنت ليميتيشن. المشكلة وين؟ المشكلة في الويف لينك سيلكتور. يعني الويف لينك سيلكتور ما انطى لي طول موجي وحدي، طلعت عندي موجتين مع بعضهم البعض او ثلاثة او أربعة، وبالتالي هذا بيأثر على مين؟ على اللينيرتي. إذا كانت المولر ابسورتيفيتي للمونوكروموت لللايت الاول والثاني متساويات، ايش معنى ذلك؟ انه انا في عندي طول موجي وحدي this relationship هاي it is مالها linear، وبالتالي العلاقه ما بين الابزوربنس والكونسنتريشن وين بيكون linear. معنى ذلك لما بيكون في عندي اللي هو ويف لينث وحده. طب لما بيكون عندي تو ويف لينث ايش بصير في عندي؟ بصير انحراف deviation from Beer's law، بتبطل العلاقة مالها علاقة خطية، بصير العلاقة شيء ثاني. إذا بتطلع إذا كانت المولر absorptivity للأول اللي هو 1500 وللثاني 500، فبالتالي اطلع كديش deviation. إذا زاد الفرق بينهم كانت تقريبا اللي هو نص واحد لثلاثة، هنا عندي 250 ل 1750 كأنه 1 إلى 6 ولا 5؟ 7، 1 ل 7. فزادت اللي هو يعني الفرق في المولر ابسورتيفيتي للتو لايتس، معنى ذلك ماله الديفيشن زاد. فكل ما كانت المولر ابسورتيفيتي للتو ويف لينث أو للبوليكروماتيك لايت اللي بيطلع قريبة من بعضها البعض كل ما كانت العلاقة لينير. كل ما بتزيد اللي هو الفرق في المولر ابسورتيفيتيز بتزيد اللي هو الديفيشن. وبالاصل هذا جاي من خلل اللي هو في احد الكومبوننت تبعت الجهاز اللي هو الويف لينك سيلكتور، بدل ما ينطيني طول موجي بينطيني، وبالتالي هذا ينعكس على مين؟ على بيرز لو. وبالتالي يعني واحنا بتقيسوا انتوا العلاقه ما بين الابزوربنس والكونسنتريشن في هذا، يعني مش دائما لازم تطلع اللي هو تيبيكال ستريت لاين. يعني لأنه أول شيء الـ UV اللي عندنا يعني هو UV أساسا تعليبي مش وبالتالي الكومبوننتس اللي فيه مش كلياتها يعني very good، وبالتالي بتأثر على مين؟ على قراءة. بالتالي لو ما طلعش عندك خط مستقيم 100% في هناك أسباب كثيرة من ضمن هالأشياء اللي حكينا عنها اللي هو الريال ليميتيشن هاي اللي بتكون حقيقية، والكيميكال اللي هو ليميتيشن، وفي عندي هنا اللي هو الانسترومنتال ديفيشن أو ليميتيشن. إذن لو نيجي نقرب أكثر نحاول نفهم ليش اللي هو بصير عندي مشكلة، خصوصا إحنا عادة إيش بندور؟ يعني قبل ما تكونوا بقياس الأبزوربنس بتدوروا أنتوا على الماكسيمم ويف لينكس، والماكسيمم ويف لينكس قلنا لكم لو أنه جهازنا اشتغل كويس راح تحصل أنت على خط مستقيم بهذا الشكل، هذا الأبزوربنس وهي لمدة رايحين نرسم أخرى شوية، بالتالي تحصل على شكل. احنا بندور على مين؟ على الماكسيمم اللي رايحين نشوف. فيما اذا لو اخذت انا الماكسيمم او ما اخذتش الماكسيمم شو تاثيره على مين؟ على الابزوربنس. هو نفس الموضوع اللي هو البوليكروماتيك لايت، لكن
توضيح اثره بطريقه ما لا بطريقه ثانيه. فانا اذا باخذ الباند اي، الباند اي هاي اللي باللون الازرق بتمثل مين؟ بتمثل الماكس. والماكس اللي انا باخذها، وبالتالي برسم العلاقه ما بين الابزوربنس والكونسنتريشن. اذا بتيجي بتاخذ الفرق هنا، طلعوا قديش للباند ويدز، قليل. فبالتالي العلاقة ما بين الابزوربنس والكونسنتريشن باللون الازرق هذا الفاتح علاقة ستريت. ليش؟ لاني اخذت مين؟ يعني لما يكون في عندي يعني اقل باند ويدث ممكنة، اقل باند ويدث مالها ممكنة. الان اذا باجي باخذ الباند بي، يعني عن طول موجي مش الماكسيمم، عن طول موجي الثانية، اطلع على الفرق، الفرق ماله اكبر. فبصير عندي بوليكروماتيك لايت، اللي هو لايت يتكون من اطوال امواج اكثر من اطوال الامواج اللي موجوده في الباند بي. شو تاثيره على بيرز لو؟ طلع هون ايش بيسوي في بيرز لو؟ بيعمل له ماله؟ بيعمل له اللي هو انحراف. هذا تفسير اخر مرتبط بتاثير اللي هو البوليكروماتيك لايت. نعم أوسع؟ لا، طلع أنت، طلع المسافة بين هنا وبين هنا، شوفي قديش كم من ويف لينث موجودة، طلعي هاي اللي بالخط الأسود، وطلع المسافة بين هنا وبين هنا، بتكون مالها بتكون أقل. فعند الماكسيمم أنا باخذ اللي هو، لأنه هي أساساً الفرق بصير في الماكسيمم، الفرق ما بين اللي هو الويف لينث والأبزوربنس ماله؟ بيكون فرق قليل في اللي هو طول الموجي يقابل فرق كبير في مين؟ في الابزوربنس. وبالتالي بيكون اللي هو يعني الفارق قليل مقابل ابزوربنس ماله؟ ابزوربنس عالي. وهنا الفارق كبير مقابل ابزوربنس اقل. طلع هون الابزوربنس ماله اقل، هون الابزوربنس عالي. الفرق هنا في طول الموجي هاي الفرق، وهنا الفرق ماله بيكون ما يعني اذا بنرسمها صحيح بيكون ماله اقل. معنى ذلك انه العلاقة ما بين الابزوربنس والكونسنتريشن اتس بريك داون، يعني بتتكسر العلاقة الخطية هاي when I have polychromatic light، لما بيكون في عندي light متعدد اللي هو اطوال الامواج. في عندي اللي هو stray radiation، هذا stray radiation برضو بيكون في الانسترومنت، بالتالي it is instrument deviation. مرة ثانية شو stray radiation؟ كل الضوء الذي يصل الى الابزوربنس الى الديتكتور دون المرور في العينه. يعني الضوء بالاصل انت بعد ما خرجت الضوء عملت له سيلكشن بالويف لينك سيلكتور وبدك توديه على السامبل. الان احنا الضوء اللي بنقيسه بنقيس الترانسميتد اللي طالع من مين؟ من العينه مع اللي هو البي نوت. لكن في عنده ضوء اخر ما بمر في العينه، بروح مباشره، ما هو في فراغ في الجهاز، بروح مباشره من اللي هو السورس بعد ما يطلع من المونكروموتر، بروح وين؟ بروح على اللي هو على الديتكتور مرة واحدة بدون ما يمر وين؟ بدون ما يمر في السامبل. هذا بسميه اللي هو ستري راديشن. الآن احنا شو بنقيس؟ بنقيس الابزوربنس. الابزوربنس بالاصل المفروض انه يكون بيمثل العلاقة ما بين لوج البي نوت على مين؟ على بي. لكن ما هو اللي جاي اللي سقط هو بي نوت زائد اللي هو ستري لايت، صح؟ الضوء اللي صار له ماله؟ صار له ستري. وهنا الضوء اللي صار له ستري راح مباشره على الديتكتور بدون ما يصير له اللي هو ذير از نو ديفرنس. ليش؟ لانه ما مرش في العينه. لو مر في العينه ممكن العينه تمتص جزء من ستري اللي هو لايت، لكن هذا مر مباشر دون ما يصير له اي تغيير. وبالتالي اللي انت بتقيسه في الابزوربنس في الديتكتور عباره عن مين؟ عن اللي هو ستري، مين؟ ستري راديشن. بالتالي البي نوت قلت صارت بي، وستري ماله تم اللي هو يعني قياس مين؟ قياس سو في مين؟ في الديتكتور. وبالتالي هذا بيكون مصدر لمين؟ للديفيشن فروم بيرز لو. لو جيت انا ارسم العلاقه ما بين الكونسنتريشن وما بين الابزوربنس
وجيت بس أخذت أشوف شو تأثير اللهو ستري راديشن، وبالتالي أنا بدي أقيس اللهو نسبة ستري راديشن على مين؟ على البينوت، يعني الضوء اللي صار راح على العينة مقسوم على الضوء الساقط بالأصل من مين؟ من اللي هو من المونوكروموتر، على مين؟ الساقط على العينة، نسب 100%. فأنا لو باجي إذا كانت النسبة ما بين البي اس على البي نوت is equal to zero، شو تسمين؟ معناته شو معناته؟ ما فيش استري، استري is equal to zero، وبالتالي العلاقة مالها لينير. إذا أنا بزيد اللي هو بحيث إنه تكون نسبة استري راديشن لا الانسيدنت بيم بتساوي 2 في 10%، ايش صار عندي؟ صارت شوي انحراف عن مين؟ عن العلاقة الخطية. طيب إذا بزيدها بصير 1%، الانحراف ماله بيزداد. إذا استري بصير بتوصل 5%، طلعوا كديش صار عندي اللي هو انحراف مين؟ في بيرز لو، انحراف ماله كبير. فستري راديشن it influence the linearity of بيرز مين؟ بيرز لو، and it is one of the اللي هو instrument limitation that affect اللي هو the relationship between absorbance and concentration. As the stray radiation increases, the deviation from Beer's law مالها increases. As the polychromatic light اللي هو increases, the deviation from Beer's law increases. الآن بنيجي نحاول نفهم العلاقة ما بين the uncertainty of concentration to the uncertainty of transmittance. نحن اللي بنشوفه إنه أنا باخذ تركيز معين وبقيس اللي هو الابزوربنس، والابزوربنس مرة ثانية له علاقة بالترانسميتد لايت. أنا كيف بقيس الابزوربنس؟ لأني أنا بعرف اللي هو البي نوت وبعرف الترانسميتد لايت، وبالتالي الفرق بينهم أو لوج البي نوت على بي بيساوي مين؟ بيساوي اللي هو الابزوربنس. واضح؟ الآن الانسرتينيتي اوف كونسنتريشن أكوردينج تو ذا الترانسميتنس، يعني كديش عدم الثقة في العلاقة ما بين التركيز وما بين الترانسميتنس. بدي أشوف طبعا في اللي هو كالكوليشن، ماثماتيكال كالكوليشن، بأخذ المشتقة الثانية وبعرف إيش يعني. في بدناش نروح، إحنا بدنا نروح على الفيجرز اللي بتمثل العلاقة ما بين عدم المصداقية العلاقة ما بين التركيز وما بين الترانسميتد لايت. كديش أنا هالعلاقة هاي مش واثق في مين؟ في العلاقة ما بين، يعني لما بدي اجي احدد اللي هو الكونسنتريشن من الترانسميتد، قديش عدم الثقه في النتائج المرتبطه ما بين الكونسنتريشن وما بين الترانسميتد اكوردنج تو ذا هايزنبرغ مال اللي هو برينسيبل. انا بدي احدد فاكتور تو فيزيكال بروبرتيز بياثر على مين؟ على البريسيشن تبع كل واحد فيهم. الان فلو انا جينا اخذنا جدول اللي هو هذا الترانسميتنس وهذا اللي هو الـ uncertainty of concentration according to the uncertainty of transmittance، العلاقة بينهم. طبعا في calculation وفي advance اللي هو mathematic بدناش إياها، احنا النتائج موجودة عندنا. اطلع عند higher transmittance this mean lower absorbance، كل ما كان transmittance عالي بيكون absorbance ماله أقل، وبالتالي اطلع قديش الـ uncertainty plus minus 20.5% كبير. قل ترانسميتنس، ايش صار في الانسرتينيتي؟ قلت. قل ترانسميتنس كمان، صار عندي ماله 4، بعدين عندي 3 و2، بعدين عندي 2 و8 2 و7، بعدين هنا بدت تزيد شوي عند اللي هو 2 و8 3 و1 4 و3 4 و7. الريليشن لو بدي اجي انا ارسم علاقه ما بين اللي هو الابزوربنس والانسرتينيتي، هذا اللي شفناه الجدول، بس انا حولته لمين؟ لجراف. بساطة هاي المنطقة تقريبا هيك it is تقريبا linear. علاقة مالها؟ علاقة خطية. العلاقة الخطية تمثل تغيرا قليلا في الانسرتينيتي، يعني الانسرتينيتي ثابتة في هاي المنطقة، في هناك ثقة
بمين؟ بالعلاقة ما بين التركيز وما بين الترانسميتنس، وبالتالي ما بين الابزوربنس والتركيز، في مين؟ في هاي المنطقة. بينما الانسرتينيتي هون at lower اللي هو absorbance it increases، طلعوا كديش مالها زادت بشكل كبير. وتطلع هنا العلاقة ما بين اللي هو الانسرتينيتي والabsorbance at higher value، absorbance مالها increases. هذا بيدفعك مرة ثانية إلى أنه تدور على suitable range اللي أنت بإمكانك تختاره. الآن مش المؤشر تبعك اللي هو الديلوتد كونسنتريشن، ممكن تكون عندك تراكيز منخفضة لكن قيم الأبزوربنس إلها عالية. فالآن اللي صار يحكمك اللي هو الرينج تبع الأبزوربنس اللي بدك تقيس عنده تراكيزك. وبالتالي الثقة بالنتائج ما بين الأبزوربنس وما بين الكونسنتريشن it is related to the range. هذا الرينج من 0.2 ل 0.7 this is اللي هو the suitable اللي هو absorbance range where we can اللي هو determine the absorbance of our concentration. إذا كانت عينتك تركيزها عالي بقيس absorbance أكثر من 7/10 شو بتسوي؟ بتقلل، تعملها ديليوشن بحيث انه يكون الابزوربنس اللي بتقيسه محصور ما بين 2/10 و 7/10. طب ليه يا استاذ؟ لانه الانسرتينيتي هنا it is very low، العدم الثقة بالنتائج قليلة، معنى ذلك انه الثقة بالنتائج بتكون عالية بالضبط. واحنا اللي بندور على انه تكون البريسيشن عالي والثقة عالية، في مين؟ الانسرتينيتي. التارجت تبعنا انه يكون الانسرتينيتي لو. وفي الجراف اللي انا قبل شوي عرضته هنا اطلع هاي بتمثل القيم الدنيا للانسرتينيتي اللي جايه وين محصوره في الخط، هاي بتمثل القيم الدنيا. وكل ما رحت اقل او اعلى مالها الانسرتينيتي مالها بتزيد. So this is اللي هو the suitable mean the suitable اللي هو range. عادة خلينا بالمرحلة هاي وبكفي عنها عن الانسرتينتي ميجرمنت اللي هو the best range is اللي هو 0.2 to 0.7 اللي هو absorbance where اللي هو for best precision and اللي هو for accurate or good linear relationship between absorbance and concentration. نيجي على فاكتور ثاني اللي هو the effect of اللي هو باندويدز. الباندويدز اللي هو عرض مين؟ عرض الباند اللي بدها تدخل من المونوكروموتر لمين؟ للعينة. مرة ثانية اطلعوا، مش احنا اخذنا الماكسيمم والماكسيمم سميناها باند A وباند B صح؟ وبالتالي انا اخترت على سبيل المثال باند B اللي هي بتكون في الماكسيمم، وبتكون اللي هو وير از ذا لوور. فانا إذا كانت الباند اللي عندي الباند ويدز عرضها 10 نانومتر اطلع العلاقة ما بين الابزوربنس والويف لينث it is a straight line، فيش فيه فيش فيه لا طالع ولا نازل. This mean هذا الحكي بعني انه الريسبونس تبع الديتكتور للويف لينث اللي هو سموثلي ومش قادر يميز كثير ما بين اللي هو الفرق بين 270 مثلا و 271. وبالتالي الريسبونس تبع اللي هو الديتكتور ماله سموثلي ماشي، وبالتالي فيش فارق كبير بين اللي هو ات فيري اللي هو نارو باند ويدث لما يكون اللي هو او الويف لينث تكون قريبه من بعضها البعض، الريسبونس تبع الجهاز قاعد ما بنطينيش اللي هو فارق كبير. بينما هنا انا قللت ل 4 نانومتر الباند ويدث اطلع الريسبونس تبع الجهاز اعلى. يعني اذا بتيجي انت بتاخذ النقطه هاي وبتاخذ النقطه هاي مثلا على سبيل المثال في هناك فارق في الابزوربنس، بينما بس تيجي تاخذ النقطه هاي والنقطه اللي في جنبها الفارق ماله قليل في اللي هو في الابزوربنس، العلاقه ما بين الابزوربنس ومين والباند ويدث. ف
فكل ما كانت الباند ويدث اقل، هنا طلع 1.6، طلع الريسبونس تبع الديتكتور اعلى، يعني بكل تغيير بسيط انا نفس الرينج من 270 ل 230، نفس الرينج اللي بقيس فيه، لكن اللي هو الباند ويدث بتكون اقل. كل ما كانت الباند ويدث اقل بيكون الريسبونس تبع اللي هو الجهاز ماله بيكون اعلى الديتكتور، وبالتالي النتائج بتكون مالها بتكون افضل واحسن ليه، والسنسيتيفيتي تبعت اللي هو السنسيتيفيتي بالاخص تبعت اللي هو الجهاز بتكون اعلى، لانه الريسبونس اللي هو بيكون اعلى من مين؟ للديتكتور. هذا الشيء الثاني، هناك علاقه ما بين الباند ويدث والسلت ويدث. السلت ويدث اللي هي شيء الفتحه اللي بدخل منها الضوء او بخرج منها الضوء، من المونوكروموتر الاكزيت. فانا عندي هنا السلت ويدث، خلينا نبدا من هان، الباند ويدث 3.4 نانومتر بينما السلت ويدث 1 نانومتر. الان والباند ويدث هنا 1.7 نانومتر والسلت ويدث مالها نص، قللت انا الباند ويدث للنص وبالمقابل قللت السلت ويدث لمين؟ للنص. وهنا 34% وهنا السلت ويدث مالها 10، كأني أنا 1 في 10، كأني صارت عندي الباند ويدث اللي هي 34 عشر الباند ويدث اللي هنا. شو تأثير ذلك على اللي هو البيك هايت؟ البيك هايت للأولى اطلع كم؟ طلع 53.1 الآن طول اللي هو البيك، وهو بشكل أو بآخر له علاقة مع مين؟ مع الأبزوربنس. الآن بينما البيك هايت هنا طلع 63.4، فكل ما قللت الباند ويدث وقللت السلت ويدث ذا بيك هايت ماله increases، وبالتالي السنسيتيفيتي تبعت الميثود مالها increases، and this will enable me اللي هو to detect lower detection limit، بقدر انا اقيس تراكيز مالها تراكيز منخفضه، وهذا احنا اللي بندور عليه في الاناليتيكال مين، في الاناليتيكال ميثودز. الان هنا عندي البيك هايت 67%، فزادت اللي هو البيك هايت كل ما قلت، وكل البيكس الثانيه الموجوده 22 و2 صارت 23 و4، وال15 و7 صارت 22 و27 و27 و1، ف there is increase in the peak height of the mean of the اللي هو the compound that is detected. ولا معنى ذلك انه الريسبونس عند certain wavelength بيكون اعلى، بقيس ابزوربنس اعلى وبالتالي بيكون افضل. معنى ذلك انه عند تراكيز منخفضه ممكن انا اقيس ابزوربنس كونسيدرابل اكثر من 2، وبالتالي هذا بيكون practically will increase the sensitivity of method. This means that increase اللي هو decrease the detection limit، يعني بقلل اللي هو detection limit، معنى ذلك بزيد اللي هو sensitivity تبعت اللي هو الانسترومنت. الآن بنيجي ل effect of scattered radiation at wavelength extremes of an instrument. The wavelength extremes of the instrument they are related to many components. فعندي مثلا على سبيل المثال السورس له wavelength extremes، الاكستريمز هذول اللي هم الحديات، الwavelength الحدي. فاذا كان الديتيريوم مثلا على سبيل المثال بقيس لي من 200 ل 400، فال 200 از اللي هو اكستريم، كل ما قرب من اللي هو الاطراف الحديه من الماكسيمم كاباسيتي اور مينيمم كاباسيتي اوف ذا سورس، قاعد انت يعني انت بتقدر ترفع 10 كيلو جرام بسهوله، قدرتك الاعلى ترفع 100 كيلو، اقصى حد ممكن ترفع 100 كيلو، وين الكنترول على عضلاتك بيكون اضعف. لما تيجي ترفع اللي هو 15 كيلو ولا لما تيجي ترفع 99 كيلو؟ الكنترول على عضلاتك بيكون ماله؟ أقل. وإذا نفترض إنك بدك ترفع اللي هو 1 جرام مو زي ما بدك ترفع نص كيلو جرام. وبالتالي كل ما قربنا من الإكستريمز اللي هو الريسبونس تبع الإنسترومنت ماله
قاعد انت بتقرب من الاشياء الحديه، يعني انت من الادنى قيمه والاعلى قيمه، وبالتالي الادنى قيمه والاعلى اقل منها، ما هو الجهاز بقصش واعلى منها الجهاز برضه بقصش، فانت قاعد بتقرب من وين؟ بتقرب من الحفاف، من الحفه وبالتالي شو بيسوي الريسبونس تبع الجهاز؟ بتوقع انه يكون في عندي ماله مشاكل، مالها مشاكل كثيره كمان، مش بس في السورس، في السامبل، في الكونتينر سامبل. بعض السامبلز بتقيس في اليو في وبعدها بتقيس في شو اسمه هذا، في الفيزبل. اذا كان عندك زجاج وجيت بدك تقيس عن طول موجه 401، ما هي ال 401 عند 400 بصير يو في، انت بدك تقيس عند ال 401، فانت قاعد بتقرب من المنطقه الحديه لمين؟ للسامبل. كمان ممكن يكون الديتكتور نفسه، الديتكتور ممكن يحدد لي اطوال امواج، مش كل الديتكتورز هاف ذا سيم ريسبونس، ممكن شيء بيشتغل في منطقه اليو في وشيء منطقه الفيزبل وشيء منطقه الاي ار. الديتكتور تبع الاي ار بيختلف عن الديتكتور تبع مين؟ تبع اليو في. ليه؟ لانه الديتكتور تبع الاي ار مثلا على سبيل المثال بيتعامل مع اطوال امواج طويله وطاقه اقل، وبالتالي الترانسديوسر تبعه الآلي اللي بده يحول فيها اللي هو الراديانت سيجنال الالكتريكال سيجنال لازم تكون مالها قدرة كبيرة. ليه؟ لأنه بده يتعامل مع أطوال أمواج ذات طاقة، مالها ذات طاقة قليلة. بينما في اليو في احنا بنحكي عن أمواج قصيرة طاقتها عالية، فبالتالي التحول الكهرباء من الراديانت لكهرباء وبالتالي في الديتكتور، بس برضو الديتكتور ماله له ليميتيشن. فأنا بحكي عن كل الإكستريمز لأول كومبوننتس اللي هو of the instrument، السامبل كونتينرز، بحكي عن السورس، وبحكي مثلا عن الديتكتور، بحكي عن المونوكروموتر، وبالتالي عن أي واحدة فيهم بصير عندي مالها، بصير عندي إكستريمز. سكاترد راديشن، سكاترد راديشن هاي اللي هي الناتجة عن الضوء الذي يتم تشتته بفعل عوامل مختلفة من ضمنها الغبار اللي بيكون داخل الجهاز. ولذلك أغلبية أجهزة السبكتروفوتوميتر في المختبر مع الشركة لما بتشتريه بيكون في إله اللي هو كفر، بلاستيك كفر، بيكون يعني مخيط خصوصي عليه بالضبط. وبالتالي بعد ما تخلص من الجهاز شو بدك تسوي فيه؟ بدك تغطيه. ليه؟ لأنه بيكوز اللي هو من الغبار، الغبار هذا إذا بدخل داخل الجهاز بعمل scattering for light، لأنه البارتيكل تبعت الغبار مالها بتكون، مالها بتكون عالية. فمرة ثانية إذا كان أنا عندي على سبيل المثال فوتوميتر بقيس in the range من 340 إلى 780، إذا بقرب أنا من الأطوال الأمواج هاي 340 و 780 الريسبونس بيكون مالي بيكون عالي. مرة ثانية أنا حكيت الفاكتورز، السورس في له limitation or extremes، والديتكتورز والأوبتيكال كومبوننتس، اللينسز، الويندوز، كلياتها إلى extremes. فعندي source limitation، detector limitation، sample cell limitations، وفي عندي scattered radiation limitations. scattered radiation بتعتمد على مين؟ على الويندو اللي هو الفتحة اللي بتكون قبل اللي هو اللينسز الكليميتنج أو الفوكسنج لينسز، بيكون في عندي ويندوز. إذا كانت فتحة الويندو كبيرة معناته بده يدخل غبار أكثر وبده يعمل اللي هو scattered radiation. إذا كانت فتحته قليلة بده يدخل بخار شو اسمه غبار أقل. وبالتالي وإذا كان اللي هو الويندوز هذا شغال بطريقة كويسة وفعالة، مرة بيكون صغير ومرة تتحكم فيه، برضو هذا بيعكس نفسه على الغبار اللي بيدخله، بيعكس نفسه على سكاترد مال سكاترد راديشن. أنا بدي أخذ مثال لما يكون في عندي اللي هو كوارتز أوبتكس، يعني اللينسز والهذا مصنوعات من الكوارتز، وفي عندي اللي هو جلاس اوبتكس من الجلاس، وفي عندي اللي هو فولس بيك ان اي اللي هو arises from transmission of stray radiation of longer wavelength. الان هذا عندي اي وهذا عندي العلاقه مالها العلاقه اللي هو مع بي، فانا بي بتمثل اللي هو الكوارتز وتطلع العلاقه مالها علاقة معقولة، بينما هنا اللي هو لما يكون في عندي الجلاس بنطيني اللي هو بيك فولس، يعني بدل البيك ما تظلها
علاقة ما بين الويف لينث وما بين الابزوربنس، علاقة بصير هنا ايش؟ بصير عندي هنا انا بصير اقرا البيك صح؟ اذا انا بدور على الماكسيمم، بينما هنا لو كملت بروح هون بروح عند النقطة هاي. وبالتالي اذا انا بدي اشتغل في الجلاس بحصل على فولس اللي هو بيك، وهنا بحصل اذا بدي استخدم الكوارتز. فالاوبتكس اللي هو ماتيريال هاف انفلونس ايش اون ذا اللي هو ابزوربنس. ولذلك انا عندي most of detectors اللي تستخدم في spectrophotometer have maximum اللي هو capability بتكون لما تكون عند ال wavelength بتساوي 550 بشكل عام. في spectrophotometers detectors بتكون اللي هو أدائها أفضل ما يكون عند ال 550. أقل من ال 550 بكل الأداء، وأكثر من 550 بكل ما لا بكل الأداء. فأفضل مكان تقيس فيه الأبزوربنس لما تكون الماتيريال معاك بتقيس عند 550. ما لا يعني ذلك أنه بتمش استخدام اللي هو، لكن اللي هو مش at its maximum mean efficiency. بدل علينا في المحاضرة الجاية رايحين نحكي عن اللي هو الانسترومنت itself، رايحين نحكي عن light sources المستخدمة في الـ UV visible spectrophotometer، اللمدة selector مرة ثانية ايش موجود في والسامبل كونتينرز الديتكتور والسيجنال بروسيسنج. رايحين نحكي عن ما كل جزء من الاجزاء هاي بمزيد من التفصيل حتى تصير اللي هو الموضوع الاتوميك ابسوربشن، كيف اخذنا اجزاء كل واحدة وشو الميزاتها وشو تأثير كل جزء. رايح نمر على كل جزء في spectrophotometer. اوكي. This is the end of lecture. Next time we will see each other.